بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة ان شاء الله البسكوت بالعجوة. عندنا 3 كوبايات دقيق او 600 جرام، نص كوباية سكر بودرة، كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ او 200 جرام، عندنا 2 بيضتين كبار، 50 جرام لبن بودر، عندنا الحشو عبارة عن 1/4 كيلو عجوة مفرومة، عليها 1 كبيرة زبدة، 1/2 معلقة صغيرة قرفة، 1/2 معلقة صغيرة حبهان مطحون، 1/4 معلقة صغيرة فانيليا، وعجناهم كلهم مع بعض كويس جدا لحد ما العجوة بقت معانا طرية، وهنغطيها بالورق البلاستيك وهنخليها على جنب. دلوقتي هنجيب الدقيق ونقلب عليه 1/2 معلقة بيكنج باودر، وهنرش عليه رشة ملح صغيرة ونقلبه كويس، وهنخليه برضو على جنب. دلوقتي هنحط الزبدة، وهنبدأ نضربها بالمضرب الكهرباء لحد ما تبقى زي الكريمة معانا. دلوقتي هنحط السكر البودرة، وهنقلبه شوية كده قبل ما نبدأ نضرب علشان ما يغرقش الدنيا. وبعد كده هنبدأ نضربه كويس لحد ما معانا كريمة خفيفة. هنحط دلوقتي اللبن البودر وهنقلب برضو الأول قبل ما نضرب، وبعد كده هنبتدي الفرق. دلوقتي هنبدأ نكسر البيض، هنكسر بيضة بيضة. البيضة الأولانية وهنبدأ نضرب لحد ما تختفي تماما في الزبدة. هنحط البيضة التانية، وهنفضل نضرب فيها لحد ما تبقى معانا خفيفة جدا وهشة. حطينا دلوقتي 1/2 معلقة فانيليا، وهنضربها كويس. بقت معانا بالشكل ده كريمة هشة. هنبدأ نحط الدقيق دلوقتي، هنحطه على 2 أو 3 مرات ونقلب. بقت معانا العجينة بالشكل دوت، هي طرية زيادة، هنزود لها 1 أو 2 معلقة دقيق. ونقلب. يفضل ما تتعجنش كتير العجينة دي، يعني عجن خفيف. ابتدت تلم معانا. فرشنا ورق نايلون، وادي العجينة معانا بقت بالشكل ده. هنحطها، نفردها كده، احنا طبعا ما بنحطهاش
كورة ولا كتلة علشان تجمد معانا بسرعة في التلاجة. هندخلها دلوقتي لمدة 2 أو 3 ساعات في التلاجة علشان نقدر نفردها ونحشيها. طلعنا العجينة من التلاجة بعد 2 ساعة وبقت معانا بالشكل ده، كده هنقدر نفردها ونحشيها. هنقطع حتة من العجينة هنفرد العجينة بسمك معقول بحيث تكون رقيقة، بس نخلي بالنا واحنا بنفرد ما نضغطش على النشابة علشان ما تلزقش بالشكل ده اهي. وهنحط جواها العجوة دلوقتي، ادي العجوة فردناها على شكل صباع وهنضغط عليها. وهنفردها على العجينة وهنبدأ نطبقها بالشكل ده. وهنبدأ نبرمها وهنبدأ نقطع، نقطع الطروف الأول دلوقتي. بعد ما برمناها وظبطناها هنتك عليها ونمشي عليها بالنشابة خفيف عشان كلها تبقى متساوية. وهنبدأ نقطعها قطع متساوية. قطعناها بالشكل ده، دلوقتي هنجيب شوكة وهنعمل نخرمها بأشكال منتظمة عشان يبقى شكلها حلو، ودوت عشان العجينة ما تنفخش معانا لما نيجي نسوي. دلوقتي جبنا الصاج اللي هنخبز فيه وفرشين فيه ورق زبدة وهنبدأ نرصهم ونسيب مسافات ما بينهم معقولة. لحد ونكرر اللي احنا عملناه ده لحد ما الكمية بتاعتنا كلها تخلص، وبعد كده هنسوي. خلاص خلصنا الكمية اللي عندنا، هنسيبه دلوقتي يرتاح من 10 دقايق لربع ساعة، وبعد كده في الوقت دوت هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وبعد كده هندخله الفرن. بعد حوالي 10 دقايق ما دخلناه الفرن بقى بالشكل دوت، قلبناه ده شكله من تحت. هنقلبه كله وهندخله الفرن شوية كمان لحد ما وشه يحمر شوية. سيبناه 5 دقايق بس في الفرن على وشه وبعد كده طلعناه وبقى بالشكل دوت. جربوه وان شاء الله يعجبكم، واستنونا في فيديوهات جديدة على سنة أولى مطبخ.